يسر أنظمة فينيكس تقديم تطبيق النادي للذكي سمارت ويتر، والذي يعمل بتوافق مع بيئة أندرويد ويساعد النادي في استعراض الطاولات المخصصة له، كما يساعده في إدخال طلب الزبون على طاولة معينة. ويمتاز التطبيق بالمزايا التالية: أولاً، الربط المباشر مع نظام فينيكس من خلال آلية تهيئة البيانات ليتم استيراد صالات المطعم والطاولات المرتبطة بها والوجبات المقدمة في المطعم إلى التطبيق، كما يتم استيراد تخصيص الطاولات للنادل والمحددة ضمن معالج تخصيص طاولات النادل في نظام فينيكس إلى التطبيق مباشرة. ثانياً، إظهار جميع الوجبات المقدمة في المطعم مع صورها وأسعارها وضمن نفس التصنيف المحدد في نظام فينيكس أمام النادل. ثالثاً، إمكانية ربط أسئلة الاختيار مع أسعارها والمعرفة ضمن نظام فينيكس مع التطبيق مباشرة. رابعاً، إمكانية ربط المعدلات مع أسعارها والمعرفة أيضاً ضمن نظام فينيكس مع التطبيق مباشرة. خامساً، إمكانية التحكم بخيارات الطاولة من خلال الخيارات التالية: الخيار الأول استعراض الطلبات، أي استعراض الطلبات الحالية الموجودة على الطاولة. الخيار الثاني طباعة الفاتورة، أي طباعة فاتورة الزبون على الطاولة المحددة، ونلاحظ تغير لون الطاولة عند طباعة فاتورتها. الخيار الثالث إغلاق الطاولة، أي لإغلاق الطاولة بعد مغادرة الزبون ولتدخل قيمتها في حساب الصندوق. الخيار الرابع نقل الطاولة، أي نقل طلبات الطاولة إلى طاولة أخرى. كما نلاحظ وجود هذه الخيارات من داخل الطاولة. سادساً، إمكانية طباعة طلب الزبون على طابعات المطبخ والمحددة ضمن معالج طابعات المطبخ على نظام فينيكس، كما يظهر هذا الطلب ضمن شاشة المطبخ الداخلية لتتم مشاهدته من قبل موظفي المطبخ. سابعاً، التطبيق متاح على جوجل بلاي ستور. والآن لو أراد النادل إدخال طلب على إحدى الطاولات، فيمكنه اختيار طاولة معينة ثم إدخال الوجبات المطلوبة من الزبون. نضغط إضافة إلى السلة، يمكن الضغط على زر حفظ الطلب، كما يمكن استعراض السلة والضغط على تثبيت الطلب ليتم تثبيته بنجاح. نشكر لكم متابعتكم ونراكم في فيديوهات لاحقة.